تزامنا مع حملة هيئة الشارقة للآثار آثار 46، نسلط اليوم في نشرة أخبار الدار الضوء على مختبر الهيئة الذي يعد رديفا مهما للمشاريع الميدانية والبحثية التي تقوم بها مجموعة البعثات الأثرية الأجنبية في مناطق عدة من إمارة الشارقة. إلى التفاصيل. لا تتاح للكثيرين فرصة التعرف إلى الأسرار التي تحيط بالقطع الأثرية منذ اكتشافها وحتى عرضها في خزائن المتاحف، فهذه القطعة وغيرها مرت بمراحل عدة، بدءا من لحظة العثور عليها مرورا بكيفية التعامل معها أثناء عملية التنقيب وصولا إلى نقلها إلى مختبر هيئة الشارقة للأثار. ومن هنا تبدأ رحلة التحليل والتحقيق لمعرفة خبايا هذه المكتشفات الأثرية. يعتبر مختبر هيئة الشارقة للأثار من المختبرات المتطورة، وفيها في هذا المختبر تقوم فيه جميع أعمال ترميم وصيانة القطع المكتشفة في مواقع إمارة الشارقة الأثرية. احنا في عندنا خبير متخصص يعمل لدى الهيئة من إسبانيا، يعتبر من أهم الخبرات الموجودة حاليا في العالم في أعمال الصيانة والترميم. وأيضا في المختبر احنا نقوم في الهيئة تقوم بعملية عمل نسخ من القطع الأثرية لاستخدامها في المعارض. هيئة الشارقة للآثار يعني مؤسسة كبيرة، مهمتها حماية التراث الثقافي المتمثل بالآثار، بالمواقع الأثرية وبالمواقع التراثية من أبنية ومساجد ومدارس وخانات وما إلى ذلك. ولدينا برنامج كبير يضم عدد كبير من الإداريين ومن علماء الآثار ومن المهندسين المتخصصين في إدارة وإنجاز وتحقيق مثل هذه المكتشفات. تبدأ مراحل الترميم وفق خطة مدروسة عبر دراسة حالة القطع وتحليلها حسب نوعها لمعرفة مكوناتها، بحيث يتم التوصل إلى الطريقة الصحيحة التي تتناسب معها في عملية الترميم. فالهدف ليس للتجميل، لكنه للمحافظة على قيمة الأثر وعدم تركه للانهيار. طبعاً المختبر بعدة أجهزة مهمة. هناك في عندنا الجهاز XRF، جهاز لدراسة عناصر القطعة موجود عندنا، جهاز التنظيف بالساند بلاست بالرمل، ما في عندنا الميكروسكوب، المجهر الإلكتروني لتصوير أهم التفاصيل أو أدق التفاصيل. ولكن معظم التقنيات الترميم تكون يدوية وليس كيميائية. المكتشفات والقطع الأثرية القيمة والنادرة ذات أهمية خاصة باعتبارها دليلاً مادياً قد يجسد حدثاً تاريخياً أو يسجل ويوثق لحياة لها بصمتها في التاريخ، وتزداد هذه القيمة كلما امتد عمر المكتشف أو طال بقاؤه على قيد الحياة وزادت مقاومته لمتغيرات الزمن.